اكيد. انت كل فين وفين لما بتقول. بص اللي انت عملتيه ده معايا مفيش ست تعمله مع راجل خالص. واحد اتنين فركش، والكلمة دي انتهى بيها مسلسل برغم القانون. كتير مننا بيتابع مسلسل برغم القانون، والحقيقة المسلسل ده مكسر الدنيا. المسلسل بطولة إيمان العاصي، محمد القص، محمد محمود عبد العزيز، وجوري بكر، وفرح يوسف، ووليد فواز، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، وإيهاب فهمي، وريهام محي الدين، وبتول حداد، ونخبة كبيرة من ألمع النجوم. الحياة المسلسل مكسر الدنيا، وفي نهاية الحلقة الأخيرة هنشوف مفاجأة كبيرة جدا، ولكن المفاجأة الأهم واللي انتشرت على السوشيال ميديا هو خبر زواج محمد القص وإيمان العاصي بآخر لقطة من لقطات المسلسل، وزواجهم في لوكيشن التصوير. إيه الحكاية وإيه حكاية قصة الحب اللي انتشرت دي، وهل فعلا الخبر ده حقيقي ولا لأ؟ هنشوف مع بعض النهاردة في حلقتنا. وبالمناسبة في آخر الحلقة مخليه لكم مفاجأة كبيرة جدا عن حياة إيمان العاطفية، وهنكتشف سر خطير في حياة إيمان، بس تابعوا معايا الحلقة للنهاية. ولكن في الأول طبعا وفي البداية بنهنيهم جدا على نجاح المسلسل ده. أنا عن نفسي بتابعه جدا، وبدعوكم كمان أن انتوا تشوفوه، وده طبعا للناس اللي ما شافتش الحلقات. المسلسل فعلا مسلسل جميل جدا، وقصة اجتماعية هايلة جدا، وكل ده في إطار الألغاز والغموض اللي خلانا قاعدين قدام المسلسل عايزين نشوف متشوقين للحلقة اللي بعدها. بيدور المسلسل في إطار دراما اجتماعية. الدراما دي حوالين ليلى. ليلى محامية بتعيش في بورسعيد، متجوزة من أحمد، جوازهم ده بقاله 10 سنين، وأنجبه هاشم وليلى، وده طبعا في البداية لأنها بعد كده هتجيب عمر، وده بعد اختفاء زوجها. واستيقظت ليلى في صباح أحد الأيام لسه بتحاول تشوف جوزها اللي نايم جنبها، لكن ما لقيتوش على سريرها. بدأت ان هي تدور عليه. هو مشي قبل ما يكمل لنا الحدوته. هي تدور عليه، بدأت تتصل بيه في التليفون، ولكن في النهاية اكتشفت ان هو هرب بعد زواجه 10 سنين، وكان هروبه واختفائه ده مفاجأة ليلى. ولجأت طبعا في بادئ الأمر الصديق اللي بيقوم بدوره الفنان محمد محمود عبد العزيز، وبدأ في الأول إن هو متفاجئ جدا، وبدأوا يدوروا على أحمد، دوروا عليه في كل مكان ولكن ما كانوش لاقينه. ولكن كان في سر كبير وراء اختفاء أحمد. السر دوا إن هو اسمه الحقيقي أكرم، ما اسموش أحمد، وكمان متجوز قبل كده، وعنده مراته وخال أولاده. كان فيها واشتغلها. إيه شغلنا؟ وبالمناسبة وللأسف عينه ضاعت، واتحاكم على أكرم بالسجن. علشان كده أكرم اضطر ان هو يهرب، اضطر يهرب علشان يختفي وما يتسجنش، وسافر بورسعيد ويتعرف بليلى وحبها وخلف منها ولد وبنت. وبعد اختفائه اكتشفت ان هي حامل، وكانت ناوية ان هي تنزل البيبي، وفعلا راحت لدكتور علشان تنزله، واثناء ما كانت هتنزله وخلاص هتاخد حقنة التخدير اتفاجئت ان الدكتور دوا بيصورها، فخرجت من العيادة تجري، وقررت ان هي تبلغ عن الدكتور. ولكن للأسف ما تمش إثبات عليه أي حاجة، لأن هم أخفوا الكاميرا اللي كانت بتصور ليلى في الوقت دوا. وفعلا حملها كمل وجابت عمر، وفي إطار الأحداث بقى وتصاعدها عرفت مكان أكرم أو أحمد، وده الاسم اللي عرفته بيه ليلى. الاتنين الحقيقة ما كانوش طايقينه في المسلسل، وكل واحدة عايزة تنتقم منه. وطبعا من خلال تصاعد أحداث المسلسل تم اكتشاف ان هو قتل عمه وابوه، وده لان هو كان ناوي يقتل عمه بس علشان الورث والشركه والفلوس والكلام اللي انتوا عارفينه ده، وبوظ فرامل العربيه اللي كان مسافر فيها عمه، وبالصدفه البحته ركب معاه والده، ووالده توفى، يعني هو كده في الاخر قتل ابوه. ولما عمه كان في المستشفى قرر ان هو يقتله في اوضته، وبالفعل اتفق مع حد من الممرضين علشان يقتله، لكن الممرض ما قدرش ان هو يقتله، فدخل عليه اوضته وقرر خطفهم. ولكن طبعا ليلى قدرت ان هي تكسب القضيه، وقدرت كمان ان هي تحقق نفسها وذاتها، وفتحت مكتب محاماه كبير، وطبعا اختها سندتها في الموضوع ده، اختها اللي قايمه بدورها الفنانه رحاب الجمل، واللي متجوزه ياسر الشاب الانتهازي والوصولي، واللي اتفق مع اكرم عليهم، وكان بينقل اخبارهم خطوه بخطوه لاكرم. وبتتصاعد الأحداث، وطبعا مش هكمل لكم باقي الأحداث، بدعوكم طبعا ان انتوا تشوفوا المسلسل لأنه فعلا مسلسل جميل. وطبعا من خلال أحداث المسلسل ليلى هتحب تاني، تخيلوا هتحب مين؟ هتحب أخو مرات أكرم، يعني أخو ضرتها،
هتحبه جدا. وهو وليد، وليد اللي اتضر واتصابت عينه لما اتخانق مع أكرم. الحقيقة المسلسل جميل، وعلشان تفهموه أكتر لازم تشوفوه. لكن نيجي دلوقتي بقى للخبر الأساسي اللي اتكلمنا عنه في بداية الحلقة، وهو خبر حب إيمان العاصي لمحمد القص. كلنا عارفين طبعا ان ايمان العاصي اصلا متطلقة. اتقال بقى ان في اخبار قوية جدا بنشأت قصة حب حقيقية من خلال كواليس المسلسل. اني اوقف قصاد او جنب النجوم اللي انا بتعلم منهم بالتلفزيون، في يوم من الايام كنت بتفرج وبقول الناس دي عظيمة. مش هو بس، كمان الفنانة الجميلة ايمان العاصي ادت دورها ببراعة جدا. كتير من اللي شافوا المسلسل شبهوها بالفنانة منى زكي، وخصوصا في مسلسل تحت الوصايا. يمكن علشان كانت طالعة في المسلسل بدور محجبة برضو، أو علشان كانت بتناقش قضية اجتماعية بتهم الأسرة والطفل والعلاقة ما بين الرجل والمرأة، احتمال. ولكن كل واحدة منهم ليها كاريزما خاصة بيها، وما شاء الله الاتنين عندهم موهبة كبيرة جدا. أنا مش عارفة ما تاخدوا العيال هتعملوا معاهم إيه، أصل في حاجات تخصهم أنا بس اللي عرفها. وبيقدروا فعلا يجسدوا الدور ببراعة. قولوا لي بقى إيه رأيكم، منى زكي كانت في تحت الوصايا أقوى ولا الفنانة إيمان العاصي؟ والمقارنة دي مش هدفها أي شيء غير إن احنا نشوف كل واحدة منهم قد إيه إن هي قدرت تأثر فينا. والمفاجأة اللي عايزة أقولها لكم دلوقتي إن أحداث مسلسل بالرغم القانون يشبه جدا حياة إيمان العاصي الحقيقية، وده لأن إيمان العاصي من خلال المسلسل كانت متمسكة جدا بحضانة أولادها، ابنها وبنتها. كمان في حياتها الحقيقية إيمان العاصي اتجوزت مرة واحدة بس من رجل أعمال عام 2010، وطبعا سابت التمثيل وتحجبت سنة واحدة بس. وخلال السنة دي اكتشفت إن هو بيضحك عليها وإن هو محلتوش حاجة، وقررت إن هي ترجع تمثل مرة تاني، ولكن هو حبسها واخد ذهبها. والموضوع ده كان متصدر السوشيال ميديا في الوقت دوا، وفي الوقت دوا خلفت بنتها الوحيده ريتاج، ولكن اتمسكت بتمثيلها وحبها لي ورجعت للفن مره تانية، وقدرت ان هي تتخلص من جوزها واتمسكت بحضانه بنتها الوحيده. وهم على فكره بيحبوا بعض جدا هي وريتاج، وقرروا ان هم ما يتجوزوش تاني الا اذا ايمان وقعت ولقت حد بيحبها فعلا من قلبه وقدر ان هو يحرك مشاعرها للمره التانية. ولكن إلى الآن مقررة عدم الزواج لحين إشعار آخر. وطبعا هنا أحداث المسلسل بتشابه جدا حياة إيمان العاصي الحقيقية، في تمسكها بأولادها وفي حالة طلاقها، وكمان في حالة إن هي اتخدعت في زوجها. سبحان الله، المسلسل بيمثل جزء كبير جدا من حياة إيمان العاصي، ودي المفاجأة اللي خليتها لكم لآخر الحلقة. وطبعا لحد هنا بشكركم جدا جدا لحسن الاستماع للحلقة، وياريت بقى اللي شاف المسلسل يكتب رأيه فيه في التعليقات، ويكتب لي بالمرة رأيه في إيمان العاصي. تحياتي ليكم، قناة ياسمين اليوتيوب وأخبار النجوم بتحيي كل ضيوفها.